اهلا وسهلا ومرحبا باحلى المتابعين في العالم متابعي قناه اوجادور. اولا قبل كل شيء اخواني شكرا جزيلا على دعمكم لي في الفيديو السابق عن طريق الكثير من اللايكات، شكرا لكم اخواني، هذا بمثابه تحفيز كبير بالنسبه الي. اذا حتى لو ضيع وقتكم الثمين من منا لا يعرف هذه المصابيح التي باتت منتشره بشكل واسع جدا والتي تعرف بمصابيح البلوتوث التي تمكننا من الاستماع من المقاطع الصوتيه من الهاتف الى المصباح عن طريق البلوتوث بطبيعه الحال. في فيديو اليوم ان شاء الله كما عودناكم اخواني سوف نصنع او نحاول صناعه هذا المصباح انطلاقا من مواد بسيطه ومتوفره لدى اغلب من يشاهد هذا الفيديو، وكالعاده اتمنى تدعموني بعمل لايك. وكتذكير اخواني انا دائما اقدم لكم الفكره وانتم تطورونها بالشكل الذي يناسبكم، اذا فرجه ممتعه اخواني. إذن شباب لدي هذا المصباح أو مصباح الليد، هذا الغني جدا عن التعريف والذي يتواجد في كل البيوت والمنازل. صراحة اشتريته من الخردة ولدي هنا مصدر التيار الكهربائي، أرغب في أن أجربه لأرى إن كان يعمل أم لا، يعني إن كان يعطي الإضاءة أم أنه تالف. إذن سوف أقوم بتركيبه، والنتيجة للأسف كما ترون أن المصباح معطل، لذلك أصلا تم إلقاؤه في الخردة. إذن سوف أقوم بفتحه والنتيجة هي أن مصابيح الليد هذه فهي معطلة، وهذا هو سبب يعني تعطل هذا المصباح. إذن عملية إصلاح هذه المصابيح سوف نتركها إلى حلقة خاصة، سوف أكتفي الآن بإزالة بوردة المصابيح هذه واستبدالها بواحدة أخرى جاهزة من أجل إصلاح المصباح، ليس إلا لأن هذا ليس موضوع حلقتنا لهذا اليوم. المهم جلبت هذه المصابيح رغم أن حجمها صغير إلى أنها تفي بالغرض، أقوم بتثبيتها في مكانها وأقوم بتوصيلها بالدائرة الإلكترونية المسؤولة عن تغذيتها بالطاقة الكهربائية. إذن وكما ترون هذه هي البوردة الجديدة بعدما قمت بتثبيتها بشكل جيد باستعمال البراغي، وهذا هو المصباح. قمت بعزل الأسلاك باستعمال الشرائط اللاصق من أجل حمايتها من التماس. عموما هذا هو المصباح، سوف أقوم بتجميعه لنرى إن كان يشتغل الآن، والنتيجة كما ترون أن المصباح صار شغال. إذن والآن سوف نمر إلى موضوع حلقة هذا اليوم، ألا وهو تحويل هذه المصابيح إلى البلوتوث. طبعا هناك عدة طرق، هناك الطريقة الاحترافية التي يمكنك استعمالها كوظيفة لجني الكثير من المال، وهي الاستعانة بهذه الدوائر التي تشتريها بالجملة من الانترنت وتستعملها في تحويل المصابيح إلى بلوتوث. هذا الموضوع سوف أتركه لحلقة قادمة، والآن سوف أكتفي فقط بطريقة بسيطة وسهلة وفي متناول جميع الأعمار وجميع الأشخاص الذين يشاهدون هذا الفيديو، وذلك بالاعتماد على مكبرات الصوت هذه الغنية جدا عن التعريف والتي تتواجد في كل منزل والتي تباع أصلا بأثمنة جد رخيصة وتتواجد حتى في الخردة. ما يهمنا منها فقط هي هذه الدائرة الإلكترونية التي تتواجد بالداخل، لا يهمنا شكلها مربع أو دائري أو أي شيء، المهم أن تكون دائرة مكبر صوت الخاص بالبلوتوث، يعني كهذه مثلا. مثلا أنا لدي هذا المكبر القديم جدا الذي كما تلاحظون قمت بتفكيكه، فهو يحتوي بالداخل على مكبر صوت وعلى دائرة بلوتوث، وهذا مكبر صوت آخر كما ترون، هذا الذي سوف أقوم باستعمال بوردتي لأن حجمها مناسب كما تلاحظون، يعني حجمها يتناسب مع المصباح. الخطوة الأولى هي أنني سوف أحاول شحن البطارية الخاصة بهذه الدائرة عن طريق إعطائها 5 فولت يعني في أقطاب البطارية لتشحن قليلا لبضعة ثواني لأرى إن كانت هذه الدائرة تعمل. الآن سوف أقوم بتشغيلها واشتغال مصابيح الليد هذه أو مصباح الليد هذا يعني بأن الدائرة فهي شغالة. المهم الآن سوف أجلب أي شاحن هاتف قديم، ويستحسن إخواني أن يكون بقيمة 1 أمبير فما فوق. المهم سوف أستخرج الدائرة الإلكترونية الموجودة بالداخل، لدي هنا هذه الدائرة، هنا يدخل التيار الكهربائي 220 فولت عبر الدائرة ويخرج من الطرف الآخر 5 فولت 1 أمبير فما فوق كما أخبرتكم. والخطوة الموالية هي أنني سوف أجلب رأس الشاحن الذي يتناسب مع هذه البوردة، يعني أيا كانت البوردة التي لديك اجلب الرأس الذي يتناسب معها. أنا أحاول أن أسهل عليكم العملية يعني دون استعمال التلحيم. المهم هذا هو الشاحن، قمت بتركيبه مع هذا الرأس وتركيبه مع البوردة بحيث يدخل تيار 220 فولت يمر عبر دائرة الشاحن التي تحوله من 220 فولت إلى 5 فولت، ثم يستمر التيار عبر منفذ الشحن هذا وصولا إلى الدائرة الإلكترونية. هذه الدائرة فهي دائرة بلوتوث
في نفس الوقت فهي تحتوي على ما يعرف بالبي ام اس التي تعالج البطاريات او التي تقوم بشحن البطاريات. يعني عند امتلاء شحن هذه البطارية فان هذه الدائرة الالكترونية سوف تقوم بفصل التيار بشكل اوتوماتيكي حتى وان كانت هذه الدائرة مركبة مع الشاحن بشكل مستمر. وفيما يتعلق بالبطاريات او بطارية البلوتوث هذه في حالة ما اذا كانت تلفة فيمكنك جلب اي بطارية هاتف كيفما كان نوعها، تقوم بتعريتها او ازالة الغطاء الذي يغطيها وتركيب قطب سالب وقطب موجب في الطرفين ومبروك عليك. المهم سوف نتمم العملية بما ان هذه البطارية شغالة فسوف احتفظ بها، سوف اقوم بتثبيتها يعني مع دائرة مكبر الصوت هذه. والآن لاحظوا معي هذا هو المصباح، يدخل من هنا تيار 220 فولت يمر عبر الدائرة التي تغذي عفوا مصابيح الليد، وفي نفس الوقت فهو يمر عبر سلكين يعني 220 فولت وصولا إلى الشاحن. يعني كما ترون يعني الأمر فهو واضح جدا ولا يحتاج أي شرح. المهم في رأس هذا الشاحن سوف أقوم بتركيب دائرة البلوتوث هذه بحيث عندما يتغذى المصباح بالتيار الكهربائي يغذي أيضا الشاحن معه. المهم سوف أقوم بتجميع هذه القطع، ولا تنسوا وضع مادة عازلة بين البطارية وبين الصفيحة في حالة ما إذا كان المصباح يصدر الحرارة. المهم سوف أستمر يعني في تركيب هذه الدوائر. بالنسبة لهذا السلك المهم جدا الذي يتكون من الأحمر والأسود فهو سلك مكبر الصوت، يعني أدخلته إلى الداخل بحيث يسهل علي تركيب مكبر الصوت. المهم سوف أستمر في وضع مواد عازلة بين الدوائر الإلكترونية من أجل حمايتها من التماس، لأن هذا المصباح يعني سوف يعمل فترة طويلة. كما ترون يعني قمت بتغليف كل دائرة إلكترونية على حدة من أجل حمايتها بشكل جيد. وكما أخبرتكم سابقا إذا كان المصباح يصدر حرارة لا تنسى يعني حماية البطارية جيدا من الحرارة. المهم هذه أسلاك مكبر الصوت، سوف أحضر أي مكبر صوت من الحجم الصغير، يمكنك إزالته من الوالكمان أو الراديو أو يمكنك إزالته يعني من مكبر الصوت نفسه فهو يحتوي على مكبرات صوت يعني رائعة جدا بجودة لا يستهان بها. المهم إخواني قمت بإزالة مكبر الصوت هذا وسوف أقوم برسم دائرة بحجم مكبر الصوت هذا وأقوم بتقطيعها باستعمال كاوية التلحيم الساخنة، فهي يعني أسهل طريقة هي كاوية التلحيم الساخنة. المهم سوف أقوم بإدخال مكبر الصوت في مكانه وسوف أقوم بتثبيته بشكل جيد باستعمال غراء السيليكون الساخن. بعد ذلك سوف أقوم بتركيب أسلاك مكبر الصوت هذا مع أسلاك الدائرة الإلكترونية ولا تنسوا حمايتها مرة أخرى بالشريط اللاصق. إذن والآن دعونا نقوم بتجربة هذا المصباح. بالطبع في هذا الفيديو قدمت لكم أسهل طريقة ويمكنكم طبيعة الحال تطويرها بالشكل الذي يناسبكم، وترقبوا طرق احترافية في فيديوهات قادمة إن شاء الله.